بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل الكلام في الأسطورة الخامسة والثلاثين الفتنة رأس الكفر قرن الشيطان والكلام في الجهة السابعة الجهمي والمجسم هل يتفقان والكلام في الأمر الثالث وفيه الإطلاع الإطلاع على بعض ما يتعلق بالناصر صلاح الدين الأيوبي وكان الكلام في موارد وصلنا إلى المورد التاسع والعشرين الكامل الجزء العاشر في صفحة اثنين وثلاثين ثم دخلت سنة ثلاثة وثمانين وخمسمائة سنة خمسمائة وثلاثة وثمانين هجري بالتأكيد قال ابن الأثير ذكر الرحيل ذكر الرحيل عن صور الى عكا وتفريق العساكر لما راى صلاح الدين ان امر صور يطول رحل عنها وهذه كانت عادته والكلام لابن الاثير يقول وهذه كانت عادته ليس عنده صبر يريد النصر السريع ليس عنده مطاوله يقول وهذه كانت عادته متى ثبت البلد بين يديه ضجر منه ومن حصاره فرحل عنه وكان هذه السنة وكان هذه السنة لم يطل مقامه على مدينة بل فتح الجميع في الأيام القريبة كما ذكرناه بغير تعب ولا مشقة يقول الأيام المدن التي فتحها التي حررها التي حكينا عنها في هذه السنة التي يتحدث عنها وفيها في سنة 583 هجري يقول ما تحقق من تحرير المدن لم يكن فيه تعب ولا مشقة تهيئة الظروف وذكرنا سابقا بعض الظروف التي تهيئت لصلاح الدين يقول فلما رأى هو وأصحابه شدة أمر الصور ملوها وطلبوا الانتقال عنها. ولم يكن لاحد ذنب في امرها غير صلاح الدين. يقول هذا هذه المعضله، هذه المشكله، هذه الخيبه في صور والعجز عن دخول صور وفي كون صور صارت عباره عن شوكه في جسد وقلب البلاد الاسلاميه و الاسلام يقول هذا يتحمله صلاح الدين، من الذي يقول ابن الاثير؟ يقول ولم يكن لاحد ذنب في امرها غير صلاح الدين فانه هو جهز اليها جنود الفرنج وامدها بالرجال، يقول صلاح الدين هو الذي فعل هذا، يقول فانه هو الذي هو جهز فانه هو جهز اليها جنود الفرنج وامدها بالرجال والاموال من اهل عكا وعسقلان والقدس وغير ذلك كما سبق ذكره. كان يعطيهم الامان ويرسلهم الى صور فصار فيها من سلم من فرسان الفرنج بالساحل باموالهم واموال التجار وغيرهم فحفظوا المدينه كلهم اجتمعوا في المدينه في صور. وراسلوا الفرنج داخل البحر يستمدونهم فأجابوهم بالتلبية لدعوتهم ووعدهم بالنصرة وأمروهم بحفظ صور لتكون دار هجرتهم وأمروهم بحفظ صور لتكون دار هجرتهم يحتمون بها ويلجؤون إليها فزادهم ذلك حرصا على حفظها والذب عنها وسنذكر ان شاء الله والكلام لابن الاثير وسنذكر ان شاء الله ما صار اليه الامر بعد ذلك ليعلم ان الملك لا ينبغي ان يترك الحازم ليعلم ان صلاح الدين لا ينبغي ان يترك الحازم يقول ابن الاثير ليعلم ان الملك لا ينبغي ان يترك الحزم وان ساعدته الاقدار فلان يعجز حازما خير له من ان يظفر مفرطا مضيعا للحزم يقول بان صلاح الدين قد ظفر لكنه ظفر وهو مفرط مضيع للحزم يقول وسنذكر ان شاء الله ما صار اليه الامر بعد ذلك ليعلم ان الملك لا ينبغي ان يترك الحزم وان ساعدته الاقدار فلا ان يعجز حازما خير له من ان يظفر مفرطا مضيعا للحزم واعذر له عند الناس ولما اراد الرحيل استشار امراءه فاختلفوا فجماعة يقولون الرأي ان نرحل فجماعة يقولون الرأي ان نرحل فقد جرح الرجال وقتلوا وملوا وفنيت النفقات وهذا الشتاء قد حضر والشوط بطين فنريح ونستريح في هذا البرد فإذا جاء الربيع اجتمعنا وعاودناها وغيرها خذلان وتقاعس وهزيمه وقالت الطائفه الاخرى الراي ان نصابر البلد ونضايقه فهو الذي يعتمدون عليه من حصونهم ومتى اخذناه منهم انقطع طمع من داخل البحر من هذا الجانب واخذنا باقي البلاد صفوا عفوا فبقي صلاح الدين مترددا بين الرحيل والاقامه فاضطر الى الرحيل فرحل عنها اخر شوال الى عكا فاذن للعساكر جميعها بالعوده الى اوطانهم